المؤلف رحمه الله عوامل الجزم بلا ولا من طالب انضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أيمتى أيانا أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى فعلين يقتضين شرط قدما يتل جزاء وجوابا وسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقرن بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعض الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثل ذي قم وجزم نون أصب لفعل إثرفا أو واو بالجملتين اكتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر وقد صار. قال يجزم المضارع باللام الطلبية وبلا الطلبية. لا الطلبية تكون ناهية نحو لا تشرك بالله، وتكون للدعاء نحو لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللام الطلبية تكون الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته، وتكون للدعاء نحو ليقضي علينا ربك. ومؤدى ذلك أنهما لا يلزمان فعلي التكلم. لا تقول لأقم أو لنقم، لأن يعني الإنسان لا يأمر نفسه. ومع ذلك سمع من كلامهم إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد إليها أبدا ما دام فيها الجراثيم فلا نعد. لا الناهية جزمت فعل المضارع المسند لجماعة المتكلمين. وكذلك قال الآخر لا أعرفن ربربا حورا مدامعها مردفات على أعقاب أكواري. لا أعرفن ربر نهى نفسه لا أعرفن. واللام قليل كذلك وسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي بكم. وسمع وجاء في القرآن الكريم وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذا نعم لام الأمر تحذف ويبقى عملها. الأصل أن الحرف لا يحذف ويبقى عمله، إذا أحذف لا يبقى له عمل. اللام تحذف بصورة مضطردة بعد الأمر من القول نحو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا محذوفة بلام أمر، بلام الأمر التي حذفت بشكل مضطرد بعد الأمر من القول، وقد تحذف بعد القول وليس بأمر وهو كثير. نحو قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمؤها وجارها. تيذا أي لتيذا. وسمع حذفها بدون بعد غير القول ليس قبلها قول، كقول حسان محمد صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا خفت من أمر تبالى. هذه اللام على قوله بلا ولا من طالب انضع جزما. ثم قال رحمه الله هكذا بلم ولما، لم كذلك تجزم المضارعة والفعل بعدها مضارع اللفظ ماضي المعنى. أنا أقول كذلك بلم ولما مثلها ويختلفان كل منهما يجزم المضارعة كل منهما يختص به وبينهما فرق. لم لا تدل على أن المنفية بها قد انقض لم يتحقق بعد ذلك. تقول لم يحضر زيد تقول ثم حضر. ولما تفيد اتصال نفي منفيها بالوقت الحاضر تقول جاء عمرو ولما يحضر زيد لم يحضر الآن، ولكنها تؤذن بتوقع تحقيق منفيها. بل لما يذوق عذابي أي الآن وسوف يذوقونه. لم بعض العرب نصب بها. تمثل علي بن طالب هذا البيت قيل له اتخذ حرسا قال أي يوم يمن الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. كذلك سمع ألم نشرح لك صدرك. وبعض العرب لا يلزم بها قال ولولا فوارث
من ذهل وعترتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري لم يوفون لم يلزم بها. الأول أول على أن الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفي وأنها حذفت ألم نشرحا في يوم لم يقدرا أنا قوله في فعل هكذا بلم ولم أقرأ واجزم بإن ومن وما ومهما هذه أدوات تلزم فعلهن تسمى أدوات الشرط وكلها أسماء إلا إن اتفاقا وإذ ما رجحانا واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيانا إن إذ ما وحيث ما أنا هذه كلها تجزم نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله وما تفعلون من خير يعلم الله ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما أهلك بمؤمنين أيان منك تأمن غيرنا متى تقوم أقوم وإلى أخيها وترك رحمه الله ثلاثة سمع الجزم بها سمع الجزم بلو قال تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان وقال بعضهم لو جازما ولكن نظرا لأن في الشرط معها يكون ماضيا والماضي مبني لا أثر فيه للأداة فجعلوها من غير الأدوات الجازمة وسمع الجزم بكيف ذكره بعضهم وقيل يجازى بها معنا لا لفظا تقول كيف ما تكون يولى عليك كيف ما تكون يكون ابنك وسمع الجزم بإذا في الشعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي وابن مالك لم يركوا الثلاثة قال رحمه الله لحظة إعرابها من ما مهما من ما مهما إذا كان فعل الشرط لازما فموضعها رفع مبتدأ من يقوم أقوم معه إذا كان فعل الشرط متعديا استوفى مفعوله فموضعها رفع مبتدأ من تقابله فسلم عليه إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله فموضعها نصب مثل من تقابل فسلم عليه هناك خمسة ظروف نظمها بعضهم بقوله متى وأيان ظرفان للزمان وحيثما أن وأين المكان أي إذا أضيفت إلى اسم الزمان فظرفه زمان أضيفت إلى اسم مكان فظرفه مكان أضيفت لمصدر فمفعول مطلق كيف محلها نصب دائما كيف محل نصب أما لو فهي على كل على أي حال هي حرف وحلها محل نصب كما قلت له فعلين يقتضينا قال فعلين يقتضينا أي أن حق أدوات الشرط أن تعمل في فعلين مقدم يسمى فعل الشرط ومؤخر يسمى جوابه وجزاءه فعلين يقتضينا شرط قدما فهم منهم أن الجزاء لا يتقدم على الشرط بل يحذف مدلولا عليه بما قبله أنت مخطئ إن فعلت أنت مخطئ ليس جواب الشرط لكنه دال عليه إن جواب الشرط لا يتقدم على فعل الشرط واضح؟ هذا مفهوم من قوله شرط قدم يتلو الجزاء واضح؟ وجوابه موسم فعل جواب الشرط قد يكون جملة فعل الشرط لا يكون إلا فعلا جواب الشرط قد يكون جملة اسمية أو فعلية اسمية ماضيين أو مضارعين تلفيهما أو منتقل يكون الفعلان ماضيين وإن عدتم عدنا مضارعين وإن تعودوا نعود أو متخالفين فإن كان الأول ماضيا والثاني مضارعا فهو كثير من كان يريد حظ الآخرة نزد من كان يريد حياة الدنيا وزينة نوفي وعكسه قليل وهو أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له واضح قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك رق قالوا منه قول الله عز وجل إن نشأ ننزل عليهم من السماء إياية فظلت أعناقهم ظلت قالوا تابع الجواب جواب ننزل الجواب لكن قال فظلت تابع الجواب جواب يعني جاء في القرآن شعور الشرط مضارعة وجواب ماضية
أنا قوله وبعد اقرأ. بعد الماضي رفع كالجزاء حسن ورفعه بعد المضارع. بعد ماضي رفع كالجزاء حسن، إذا كان فعل الشرط ماضيا ورفعت الجزاء لا شيء فيه. نحو وإن أتاه خليل يوم مصابة يقول لا غائب مالي ولا حارم يقول. قيل منها قراءة بعضهم لا ما بعد ماضي رفع الجزاء ورفعه بعد مضايع هي التي فيها الآية، ورفعه بعد مضايع وهن. منها قولهم يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصع أخوك تصرع، قال هذا وهن. قالوا سر الأول، السر الأول أن الماضي مبني، فلما لم يظهر للأداة عمل في فعل الشرط وهو بجانبها حسن أن لا يظهر لها عمل في الجواب وهو بعيد عنها. واضح؟ واضح هذا؟ شوية بارك الله فيك. وإن أتاه خير، أتاه فعل الشرط ماضي والماضي مبني لا يظهر فيه أثر العامل، حسن أن تقول يقول لا غائب مالي يقول، لم يظهر للأداة وهي إن عمل في أتاه، لأنه فعل ماضي لا يظهر في أي عمل، حسن أن يظهر لها عمل في الجواب وهو بعيد عنها. واضح؟ ورفعه بعد مضارع كالبيت وقراءة بعضهم، قرأ بعضهم أينما تكونوا يدرككم الموت بالرفع، ارتفع المضارع الجواب بعد فعل الشرط وهو مضارع. اقرأ. وقوم بفاحة من جواب لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعل شرط أقرنه بالفاء. شرط فعل الشرط، الشرط للفعل الصالح لأن يكون فعل شرط ستة شروط. ألا يكون ماضي المعنى، ألا يكون طلبيا، ألا يكون جامديا، ألا يكون مسبوقا بحرف تنفيذ، ألا يكون مسبوقا بناف غير لا أو لم، ألا يكون مسبوقا بقد. واضح؟ وتشترط هذه كلها في جواب الشرط. ما لا يصلح أن يكون في الشرط، ما لا يصلح مع الاتصال لا يصلح مع الانفصال. واضح؟ واضح هذا؟ ولا يصح مع الاتصال، لا تقول إن قد قام زيد، إن قد لا يقال هذا، طالما أنه لا يصح أن يكون بجانبها ما بالك أن يكون يصح للارتباط بها وهو بعيد، هو مرتبط بها لم يرتبط بها وهو قريب، ما كيف يرتبط بها وهو بعيد؟ إذن إذا كان فعل الشرط، إذا كان جواب الشرط غير صالح أن يكون فعل الشرط يقارن بالفاء الرابطة حتى تربطه. مثال ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني طلبي. واضح؟ ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم من في بماء ومن يرد الله فتنته فلن تملك له. واضح؟ أو جملة اسمية نحو فإن يصبروا فالنار مثوى لهم أعوذ بالله، أو بقد نحو يسرق فقد سرق أخ له، أو وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أو إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي فعسى جانب. قال بعضهم اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. أنا أقول وقرن بباحة من جواب لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. تخلف الفاء إذا المفاجأة، إذا الفجائية تخلف الفاء. قوله تخلف يدل على أنهما لا يجتمعان، كإن تجد إذا لنا مكافأة. تخلف الفاء إذا الفجائية، لماذا خلفتها؟ بينهما تناسب، كل منهما لا تقع أول كلام، لا تقع إلا أثناء الكلام. واضح؟ كأن تجد إذا لنا مكافأة، تخلفها بشرط أن تكون الجملة اسمية، هكذا قالوا. ورد عليهم قيل لهم إذا الفجائية لا يليها إلا الاسم، لا داعي لها الشرط، يجب أن تكون الجملة اسمية، أن تكون غير طلبية، أن تكون غير منفية، أن تكون غير مسبوقة بناسخ. واضح؟ وإن تصفهم سيئة بما قدمت يديهم إذا هم يقلطون. وفهم قوله تخلف أنه لا تجتمعان، فإن اختل شرط تعينت الفاء. ما قوله وتخلف الفاء إذا المفاجأة أنت إذا لنا مفاجأة.